هذا العام وبشكل خاص من المهم أن تحصل على لقاح عدوى الإنفلونزا، وذلك من أجل حمايتك وأسرتك وحماية من حولك من هذا المرض الخطير. ذلك لأن أعراض الإنفلونزا ومرض الإصابة بفيروس كورونا يتشابهان في كثير من الأعراض، مثل الارتفاع الحاد في درجة حرارة الجسم والسعال المتواصل. لذا من المهم أخذ اللقاح ضد الإنفلونزا والكشف عن فيروس كورونا والالتزام التام بالعزل الذاتي إذا كانت لديك أي من أعراض كورونا. سوف يتم الاتصال بك من طبيبك العام إذا كانت لديك أحقية أخذ جرعة لقاح الإنفلونزا مجانا، وسوف يكون هذا الاتصال عبر البريد أو بإرسال رسالة نصية لترتيب ذلك. سيتم الاتصال بالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا أولا، ويكون هذا في شهري سبتمبر وأكتوبر، ثم بعدها سوف يتم الاتصال بالمجموعة الأقل عرضة للإصابة في شهر نوفمبر. رجاء أن نقوم بعمل موعد لأخذ جرعتك ضد الإنفلونزا مع طبيبك العام بمجرد الاتصال بك. لا تنسى الاتصال بطبيبك العام لأخذ موعد آخر إذا كنت تظن أنك قد فقدت موعدك لأخذ الجرعة. حافظ، احصل على تطعيم ضد الإنفلونزا، حافظ على صحتك لنحافظ على خدمة الصحة الوطنية.